والله بكرة رحلتي، وما ودي ما ودي أروح من جورجيا، بس عاجز أسوي عيالي لازم أشوفهم. والله جو حلو، مرة حلو. هذه الشقة اللي عايش فيها فيها منظر حلو مرة، بس الشارع ما أدري أقدر أطلع. إيه أقدر شوف الجبال من هناك، يعني ممكن طبعا الشارع هذا اللي تنزل له بعدين تطلع. وهذا الفندق هذا مشهور طبعا، القزاز ده قبل شوي شفتوا العلم، العلم الإماراتي شكله أو علم كويتي، والله ما أنا متأكد، بس مرة حلو، مرة حلوة جورجيا.